حزب الله استهدف حيفا بأقوى ضربة منذ اندلاع الحرب وأوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي في خطوة اعتبرها البعض نصرا معنويا ساحقا له بعد سلسلة من الضربات والخسارات الموجعة. لكن السؤال الذي بات مطروحا الآن، هل سيكون هذا نصرا معنويا لحشد المزيد من التأييد والتعاطف؟ أم أنه ينذر بتعاظم قوة الحزب وقدرته على التصدي وحتى المواجهة؟ وهل يعكس هذا الهجوم المباغت قدرات الحزب في خوض المعارك والمبادرة بها بدلا عن الوقوف في موقف الدفاع والتصدي دائما؟ لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت الأستاذ محمد بركات مدير تحرير أساس ميديا، ويستمر معي في الاستوديو هنا دكتور يسري العزباوي الخبير في مركز ترانس للدراسات. أهلا بكما. وأبدأ مع أستاذ محمد. إذن هو سيف ذو حدين، برأيك ما الذي يشير إليه ما قام به الحزب بالأمس؟ نعم، مساء الخير. في بداية من الواضح أن إيران كانت قد طلبت من حزب الله أن يتروى في ردوده على إسرائيل منذ بداية الهجمة الأخيرة التي بدأت في منتصف أيلول الماضي وهي مستمرة اليوم. الواضح أن إيران قد طلبت اليوم من حزب الله أن يفتح مخازن سلاحه الثقيل وأن يفتح بنك أهداف كان مطلوبا منه عدم فتحه في الأسابيع أو ربما في الشهرين الأخيرين. ويمكن الاستدلال على هذا القرار من خلال زيارة قاليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني. قاليباف هو أحد الأساسيين في يعني معسكر المحافظين، وهو قريب من الحرس الثوري الإيراني، وأيضا هو كان مرشحا بوجه مسعود بازشكيان لرئاسة الجمهورية في إيران، وهو بالتالي يمثل النقيض لكل نظرية بازشكيان وظريف اللذين يعني اقترحا على المرشد ونجحا في إقناعه بالتفاوض مع إيران وبالدبلوماسية كطريق للخروج من أزمة إيران في إيران وفي المنطقة، واللذين يبدو أن منطقهما كان يتقدم من خلال المفاوضات بين إيران وأمريكا في الفترة الأخيرة. ويمكن القول أن إيران كانت تشعر من حين لآخر بأنها تتعرض للخديعة، لأنها تطلب من حلفائها أن يتروا في ردودهم، في المقابل يتعرض هؤلاء الحلفاء لقصف عنيف، لاغتيالات استثنائية وتاريخية مثل اغتيال الأمين العام للحزب. من الواضح الآن أن وجود قاليباف في بيروت في الساعات الأخيرة يؤشر إلى قرار اتخذ في مكان ما في إيران بتصعيد الردود من حزب الله، وبالتالي فتح بنك أهداف جديد. المسألة تتعلق بقرار سياسي وليس بردود فعل أمنية أو عسكرية، لأن حزب الله كان مترويا وكان يده على الزناد وهو يتعرض لاغتيالات، للبيجر، لحملة قصف غير مسبوقة في البقاع والجنوب والضاحية. اليوم يبدو أن حزب الله سيقدم مفاجآت أكثر في الأيام المقبلة، ليس لأنه يملك تفوقا على إسرائيل، ولكن لأنه يملك قدرات لم يستعملها بعد. ولكن الضربة التي نفذها بالأمس، يعني قالت إسرائيل إنها موجعة، فإذا أي ضربة قد يخترق بها حزب الله إسرائيل سيكون لها رد فعل، وهذا ما أبلغه يوآف جالانت لنظيره الأمريكي. هذا الرد الفعل هل برأيك سيكون رادعا لحزب الله، أو أن المسعى الإيراني كما تتفضل العسكري اليوم هو يوازي المسعى الدبلوماسي على تكون قصة عصا وجزرة بالعرض الإيراني لتخفيف الضغط عليها؟ استاذ نعم. محمد معي حضرتك. في هناك جانب آخر من القرار الإيراني بالتصعيد، القرار الإيراني الذي يعني اتخذه الإيرانيون بتصعيد المعركة من لبنان، وهو الاستباق أو الحماية المسبقة للنظام في داخل إيران. فإيران كي تحمي نفسها من الضربة التي يهددها بها المستوى السياسي ونتنياهو وغالنت بضرب إيران نفسها، ف
قد يكون ضرب إسرائيل بضربات أقوى قد يدفع نتنياهو إلى التروي أيضا في هذه الضربة. هذا من جانب. من جانب آخر، هناك 3 أسابيع تفصلنا عن انتخابات الرئاسة في أمريكا، وبالتالي كي تصمد إيران بانتظار الرئيس الجديد، لأنه إذا وصل الديمقراطيون ستكون إيران في حال أفضل مما هي عليه اليوم ومما إذا وصل ترامب. في هذه الأسابيع 3 هناك قرار ما اتخذ في إيران بأن الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع كي تصل إلى 5 نوفمبر، وهي ما تزال متماسكة في قلب إيران كنظام وفي أذرعها وأهمها وأهمها حزب الله الذي سيكون متصاعدا، هدفه أيضا حماية النظام في إيران وليس فقط الدفاع عن لبنان.